الآن يسأل الله لكل واحد من أتحبون. كنا قد تطرقنا في الحلقة السابقة للجزء الأول من حصاد أتحبني لسنة 2020 ميلاديا، والذي شمل الاجتماع السنوي لنيافة الأنبا إرميا مع الكهنة والخدام مسؤولي الإبراشيات والكنائس المختلفة، توزيع كرتونة أتحبني، دعم العمالة المتضررة من جائحة كورونا، زيارة ودعم شهداء دير الأنبا صموئيل وكذلك شهداء ليبيا، افتتاح ومباركة معرض الملابس، مبادرة معارض الملابس المتنقلة، الخدمات الصحية اللازمة، مبادرة بادر أن تجيء قبل الشتاء، وتوزيع بطانية أتحبني. خدمة متضرر السيول، المساعدات المالية لمحدود الدخل متضرري جائحة كورونا، تطبيق خدمة الشمول المالي، وأيضا المشروعات المتناهية الصغر، أما في حلقة اليوم سنستكمل حصاد الخدمة من مكتب الأبحاث الميداني، خدمة طريح الفراش، خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة، توزيع احتياجات المدارس، تكوين دورات تدريبية للعمل الميداني. كانت لكثير من الأسر احتياجات خاصة بها، لكن كيف تتعرف الخدمة على هذه الاحتياجات في ظل أشهر الإغلاق؟ ومن هنا كانت فكرة مكتب الأبحاث الميدانية المتنقل. الكثير منا تضايق بسبب وجوده على الفراش داخل المنزل في أشهر الموجة الأولى لجائحة كورونا، سواء كان متعافياً أو مريضا، ولكن ماذا عن من ليس له فراش؟ ومن هنا جاءت خدمة دعم الذين بلا فراش. يا رب، جميع ما أخطأنا به إليك في هذا اليوم، إن كان بالفعل أو بالقول أو بالفكر أو بجميع الحواس، فاصفح واغفر لنا من أجل اسمك القدوس كصالح ومحب البشر، وإن ملأنا اللهم بليلة سالمة وبهذا النوم طاهر من كل قلق، ارسل لينا يا رب ملاك السلام ليحرسنا من كل شر ومن كل ضربة ومن كل تجربة العدو، بالنعم والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله يليق بك معه المجد والكرامة والعزة مع الروح القدس المحي والمساوي لك الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور، أمين. اهتمت خدمة أتحبني بتوفير الأسرة والمفروشات للأصحاء والمرضى في المدن والقرى والعذب والنجوع،
اهتم السيد المسيح له المجد بالمعاقين حركيا وشفى الأعرج وأقام المقعد. أما عن داود النبي كان لصديقه يوناثان ابنا كان قد وقع من مربيته وصار أعرج الرجلين، فكان بعد وفاة أبيه أن اهتم به داود اهتماما بالغا وهب له حقول أبيه، كان يأكل على مائدته، خصص له غلاما لمساندته، وتهتم خدمة أتحبني بخدمة المعاقين حرقيا. في الأسابيع الماضية ذهبت قافلة أتحبني لخدمة المعاقين حرقيا بمناطق البحر الأحمر. وأيضا ذهبت خدمة أتحبني إلى قرى وعزة بمحافظة الشرقية. النهاردة كان يوم مفرح جدا للأبروشية، ربنا بعت لنا كراسي متحركة وكراسي لدخول الحمام لإخواتنا ذوي الاحتياجات الخاصة المعاقين حرقيا. كان يوم طويل بس كان يوم جميل. بدأنا بمركز مشتول السوق القديسة دميانة، وبعدين رحنا العاشر من رمضان، وبعدين دخلنا بعديها كده على عزبة دخوم، وبعدين عزبة بشارة، وكمان رحنا قفر دميان، ودلوقتي كمان هنتحرك على فقوس وعزبة الصعيدة. يعني الأبروشية من شرقها لغربها من شمالها لجنوبها، بس المهم ان احنا بنشوف الفرحة في عيون الناس وبنساعدهم ان هم يتحركوا ويقضوا ابسط حاجة عندهم اللي هي حاجتهم الشخصية. ثم توجهت الى صعيد مصر لخدمة المعاقين حرقيا بمركز مغاغ. وصلنا الى مدخل ملوي الصحراوي. سارت القافلة بجوار مناطق تساقط الصخور حتى وصلت القافلة الى مدخل مدينة ملوي، ومنه الى الكنيسة. تم تقسيم الخدمة الى عدة مناطق بصحبة الاب الكاهن وخدام كل منطقة. قامت القافلة بزيارة ذوي الاحتياجات الخاصة. قام الأب الكاهن بصلاة أشية المرضى ودهن المرضى بالزيت وتبريك المنزل بالماء المصلى عليه. نشكر الله أن كثيرا منهم يسكن الدور الأرضي، إلا أن عدد ليس بقليل يسكن الأدوار العليا، وقد يكون السلم بدون سور. وتستمر خدمة أتحبني في إعداد الاحتياجات لذوي الاحتياجات الخاصة.
تهتم مبادرة أصدقاء المفلوك في خدمة أتحبني بمساندة متحدي الإعاقة، سواء من الصم وضعاف السمع أو فاقدي البصر وضعاف البصر أو المعاقين حركيا وطريح الفراش. أنت الرب الراعي على كتفك شايل لتكون المراعي وبحبك لامرني ربنا وإلهنا ومخلصنا. شجعوا صغار النفوس، اسندوا الضعفاء، تأنوا على الجميع. قامت خدمة أتحبني بزيارة مجموعة من دور الحضانة في محافظة الوجه القبلي والوجه البحري، وقامت بتوزيع الحلوى والملابس والأحذية والأدوات الكتابية على الأطفال. Thank you.
كثير من الزيجات تأجلت بسبب جائحة كورونا وضعف دخل الأسرة وإغلاق الكنائس. خدمة أتحبني قامت بدعم المقبلين على الزواج المتضررين من جائحة كورونا. فقامت بتوفير الأدوات المنزلية مثل البوتاجاز الغسالة الثلاجة المفروشات كما أعادت افتتاح أتيليه أتحبني للتعامل مع الزائرين وأقامت فروع في الأماكن النائية. ولما أعلنت الجهات المسؤولة عن فتح المدارس وبداية العام الدراسي كان واجبا علينا مشاركة كثير من الأسر المتضررة من جائحة كورونا في احتياجات العام الدراسي الجديد.
ولسهولة التواصل ودعم المحتاجين عملت خدمة أتحبوني على تكوين مجموعات من الخدام عن طريق الدورات التدريبية والعمل الميداني. تكلمنا عن سهولة التواصل والآن نتكلم عن سهولة التوصيل. استخدمت خدمة أتحبني جميع أنواع المواصلات للوصول إلى المحتاجين في أماكنهم. أما عن الطرق التي كانت تسلكها الخدمة فكان بها الكثير من المصاعب والمشقات. أو البحيرات أو الدرب المسلوكة أو الجو أو
المسافرين بكل نوع لكي المسيح إلى هنا يردهم إلى مساكنهم سالمين واغفر لنا خطايانا يا رب. خدمة أتحبني تتقدم وافر الشكر للأحبار الأجلاء، الأباء المطارنة والأباء الأساقفة الذين تشاركنا معهم في خدمة هذه السنة العصيبة وكانوا سببا لنجاح الخدمة. هذه الخدمة التي أثمرت كثيرا مع إخوتنا الأحباء إخوة الرب، نشكر نيافة أخونا الحبيب الأنبا أرميا، ونشكر كل القائمين على هذا العمل الذي هو محبة لإخوة المسيح الأصغر. برنامج أتحبني من البرامج التي توضح وصية السيد المسيح بالاهتمام بالمرضى والمتعبين من كل نوع. ربنا يسوع المسيح قال كل ما تصنعوه بإخوتي هؤلاء الصغار في بيك قد صنعتم، فاللي بيقدم هدية بيقدمها للمسيح ومن المسيح، فدول أولاد المسيح محتاجين لحب المسيح والمسؤولية المسيحية، وان نفسك عهدت على نفسك تكون مسؤول عن حبايب المسيح اللي هم الذين ليس لهم احد يذكرهم. اتحبني خدمة رائدة في هذا المجال جدا، خدمة اتحبني. الحقيقة الخدمة دي مع كل الخدمات اللي نشأت في الكنيسة القبطية الارثوذكسية من اجل خدمة الفقراء، من أجل خدمة المحتاجين، من خدمة الطفل اليتيم، من أجل تعضيد كل إنسان له احتياج. يمكن دلوقتي في كل إبرشية في خدمة الطفل اليتيم، في خدمة المعوق، وفي خدمة المحتاجين، وفي خدمة كل إنسان. تأتي قناة ميسات لتضع أمامنا أيضا أتحبني، بحيث كل إنسان يشعر أن الكنيسة بتحب، بنقدم له المسيح اللي بيرعاه وبيحبه وبيقدم له كل احتياجه. لا شك أنه هو مشروع رائد. بنشكر قداسة البابا ونشكر نيافة الأنبا أرميا، وبنشكرهم على تعبهم وسخائهم ومحبتهم والبركة الكبيرة اللي بيبعتوها، وربنا يعوضهم تعبهم ويبارك خدمتهم. المجهود الذي يقوم به برضو نيافته في الخدمة العظيمة التي أخذها ويعمل بها من قداسة البابا، وهي أتحبني. أتحبوني دي حاجة بتفرح كل الناس البسطة المسيحيين، بتفرحهم وتنعشهم، وطبعا بيجدوا فيها تغيير للحياة بتاعتهم الغذائية وحاجات زي كده، فدي طبعا شيء كويس. وزي ما احنا عارفين إن الماديات كثيرا ما تفرحنا، فهي بتفرح الشعب بتاعنا المسيحي اللي هو البسيط، وهي برضو بتوصل لغاية عندنا هنا أتحبني هدايا أتحبني أو للمعونة بتاعت أتحبني، وبتوصل لكل تقريبا أبرشيات مصر كلها من أولها لآخرها. وده طبعا مجهود ليس بسيطا، تجميع الخدمات دي كلها وبعد كده نقلها وتوصيلها، وده كله طبعا مش حاجة قليلة. وطبعا معروف عن سيدنا الأنبا أرميا نشيط جدا من زمان يعني، فهو عمل حاجات حلوة جدا، ربنا يديله الصحة وطولة العمر. ونشكر أيضا العاملين معه في جميع هذه الاتجاهات، وأيضا
العطائين مش العاملين فقط، والعطائين ربنا يديهم أكتر وأكتر علشان خاطر دايما يرفعوا اسم المسيح في المعونة لإخوة السيد المسيح، إخوة الرب وإخواتنا كلنا. برنامج هتحبوني رائع جدا، محبة الفقراء والمحتاجين هي اللي هتدخلنا السماء زي ما رب المجد يسوع قال في متى 25. فربنا يبارك في هذه الخدمة ويبارك على كل القائمين فيها، وأولهم نيافة الأنبا أرمية بصلواته، ربنا يكمل هذه الخدمة. طبعا أنا من أول الناس المستفيدين من الخدمة دي. أتحبني كلمة أساس الرعاية، بتحب إرعى، ما بتحبش اتعلم تحب الأول. أتحبني بدأت وكبرت وترعرعت وبتنمو يوم عن التاني. أرجوكم نلتزم بتعليمات وزارة الصحة، أرجوكم نلتزم بتعليمات وزارة الصحة العالمية، أرجوكم نلتزم بتعليمات الكنيسة. فعلا أتحبني وصلت إلينا ودائما تصل إلينا للاهتمام بإخوة الرب الأحباء. نشكر نيافة الحبر الجليل الأنبا أرمية صديقي، الرب يجعله منار للدين ومأوى للمؤمنين. من أجل الخدمة التي تقدم باسم أتحبني، كلمة أتحبني دي سؤال سأله المسيح لسمعان بطرس بعد أن أنكره، لكن المسيح من محبته وغفرانه لبطرس أرجعه إلى رسوليته وغفر له. في نيافة أنبا أرمية أخذ هذا السؤال ووضعه عنوان لخدمة المحتاج. نيافة أنبا أرمية أب وخادم كبير، وكان معاصرا لأبينا قداسة مثلث رحمة البابا شنودة، فيه كان سكرتير لقداسته، معاصر لجنة البر، واستفاد كثيرا من أبينا مثلث الرحمات قداسة البابا شنودة الذي كان مدرسة في كل شيء بما فيها خدمة المحتاجين. بنشكر أنبا أرمية وكل اللي بيخدموا معايا على المجهود الرائع ده وتوزيع بتاع تحبني، فدي بركة كبيرة جدا جدا لافتقاد فقراء. كل من يخدم الفقراء هيكون لي نصيب كبير في السماء. بشرفنا حضرة صاحب النيافة جزيل الاحترام نيافة الأنبا أرمية. بيتعب معانا ويبعضضنا من برنامج أتحبني، وقد إيه هو بيبقى حريص على أنه يحضر هذا اليوم في هذه الكنيسة وفي منطقة العمرانية. أنا استأذنت سيدنا عشان أطلع سر من أسرار العمرانية، بس هو ما يعرفوش. أنا آسف فعلا سيدنا، بس هعترف السر اللي احنا هنقوله ده سر من أسرار أرامل العمرانية. أنا بحدد السنة دي، أنا مش هذكر الاسم، وأبونا السوريالي دور لو عارف يجيبها يبقى جدع. فوجئت يا سيدنا بواحد جايب لي بطانية عايز يقابلني. يا عم تقابلني فيه؟ ما تروح تحبني. قال هو عايز يقابل فلان. ماشي طلع، فجايب لي من واحدة أرملة من المنطقة دي بطانية، وقالت لي، او هو بيقول يعني انا ما شفتهاش، ان هي بعتها عشان نوسعها على حد من الفقراء بتوع تحبني. فانا سكت، فقال اجيبها لك على التليفون. قلت لها طب خليها عندك او حاجه وذاكرها. قالت لي احنا عندنا كفايتنا، فانا بعتها عشان تتوزع. جابوا خدام ووزعوا زي ما وزعوا، وانا في دماغي لما اجي 21 مارس نجيب بطاطين لكل الأرامل. وده اللي حصل، ان احنا لما جينا بقول لهم عندكم بطاطين قد ايه، فقالوا لي طلع الرقم يفوق الرقم اللي موجود هنا في البروشية، وعشان كده توزع بطاطين على كل أسرة. الفضل يرجع
لواحدة من أرامل هذا المكان. ربنا عوضها في السماء وفي الأرض. شكرا سيدنا وتعيش وتجيب يعني برضو يعني احنا بنحيي نيافتك على الروح الحلوة بنتعلم وعلى رأي المثل يقول ربنا يجعل بيت المحسين عمار. أنا بشكر حضرة صاحب النيافة أنبا أرمية على برنامج أتحبوني كله، لأن أنا واحد من الناس اللي عاصرت في البداية خالص قد إيه البداية كانت صغيرة وقد إيه ربنا بارك في هذه الخدمة انتشرت يمكن لأغلب إبرشيات الجمهورية. بنرحب بخدمة أتحبني، بنرحب بنيافة الحبر الجليل سيدنا الأنبا أرمية الأب ليا أنا الخاص. أنا بشكر سيدنا كتير كتير على الخدمة دهيت وعلى تعبه وعلى اهتمامه بكل واحد في كل شبر في جمهورية مصر العربية وحتى تمتد الخدمة إلى خارج مصر. خدمة أتحبني على المجهود الكبير اللي بتعمله معانا هنا في أبرشية منفلوط، خدام مسايبنا حتى في ظل أي ظروف صعبة متواجدين معانا ومغطيين كل أنحاء الأبرشية وكل القرى، ونشكرهم خادم خادم عن تعبهم معانا وعن الخدمة الجميلة اللي بيقدمها لنا في أبرشية منفلوط تحت رعاية قداسة البابا تودروس الثاني، وشركوا الخدمة الرسولية أبينا الأسقف المحبوب نيافة الأنبا أرمية. نشكرهم جميعا على تعبهم معانا ويعني تغطية خدمة أتحبوني الجميلة لكل فرد من أفراد الأبرشية اللي محتاجين فعلا لهذه الخدمة، ونشكرهم جميعا ولإلهنا كل المجد والكرامة في كنيسته إلى الأبد آمين. وأنا الحقيقة بنشكركم لمحبتكم وبنشكر سيدنا نيافة الأنبا أرمية على الخدمة الحلوة اللي بيقدمها لكل الأبرشيات. بنشكر خدمة أتحبني، خدمة كويسة كتير بتخدم الناس الغلابة. نشكر الأنبا أرمية والقائمين على هذه الخدمة، الخدمة الخاصة بأخوة الرب. نشكر الأنبا أرمية على تعبهم خدمة أتحبني، لأن فعلا كابتن دياتي لها تأثير كبير في كل أسرة محتاجة. بشكر محبة الأنبا أرمية كتير وكرامة ميزات على محبتهم وعلى خدمة أتحبني اللي هما جايبين بيها القناة. بنشكر خدمة أتحبني رعاية طبعا قداسة البابا المعظم الأنبا تودروس الثاني شريكه في الخدمة الرسولية الحبر الجليل أنبا أرمية. بنشكر كل القائمين على خدمة أتحبني نيافة الحبر الجليل سيدنا الأنبا أرمية. احنا بنشكر أنبا أرمية والخدمة وقناة ميسات، بنشكر هذه الخدمة وبنشكر نيافة الأنبا أرمية. خدمة الحباني طبعا من الخدمات اللي هي مميزة جدا. نشكر نيافة الحبر الجليل الأنبا أرمية، نشكر قناة ميسات على تعبها ووجودها الآن كمان. نشكر سيدنا نيافة الحبر الجليل الأنبا أرمية. كل سنة وانتم طيبين وربنا يعوضكم، ربنا يعوض القائمين على خدمة أتحبني، ربنا يعوض سيدنا نيافة الأنبا أرمية. خدمة أتحبني من الخدمات الجميلة جدا اللي هي بتهتم بإخوة الرب. خدمة جليلة جدا وعيشتنا الوصية كوصية معاشة اللي السيد المسيح كلمنا عنها. احنا اللي متشكرين على تعبكم ومحبتكم، ونشكر بالاخص سيدنا نيافة الحبر الجليل الأنبا أرمية. نشكر كل القائمين على خدمة أتحبني، نشكر كل القائمين، نشكر قداسة البابا المعظم الأنبا تودروس الثاني، وبنشكر نيافة الأنبا أرمية. احنا بنقدم الشكر لنيافة الحبر الجليل الأنبا أرمية على المجهود اللي بيبذله في أتحبني. يعني بنشكر النهاردة تواجد أسرة أتحبني. ربنا يبارك القائمين على البرنامج والخدام اللي فيه، ربنا يعوض نيافة الأنبا أرمية، ربنا يعوض كل اللي بيدي. نشكر سيدنا الأنبا أرمية على محبته الكبيرة وتعبه. الخدمة دي خدمة جميلة جدا جدا بتساهم في إسعاد كتير من الناس. مجرد وصول الكرتونة دي للبيت بتدخل عليه السعادة بشكل غير عادي. أتحبني بتمثل شيء كبير بالنسبة للأسر المحتاجة والناس المحتاجين والأحباء العاملين في خدمة أتحبني. خدمة أتحبني عموما يعني مثال العطاء، يعني احنا المفروض بنتعلم ازاي ندي، ازاي بنكون حاسين بالناس الفقراء. بنشكر سيدنا نيافة الأنبا أرمية اللي هو على قمة الهرم
الخدمي لخدمة الحدماني. النهاردة بيشرفونا وبيباركونا خدام خدمة أتحباني. نقدم بكل المحبة لسيدنا نيافة الحبر الجليل الأنبا أرمياء على محبته الكبيرة، إن هو صاحب بصمة كبيرة في تاريخ الكنيسة الحديث في خدمة عظيمة لخدمة إخوة الرب. مذكورين خدمة أتحباني قناة ماري مرقص. نشكر الله لأتحباني بكل عيد وكل مناسبة ومسؤول عن إخوة الرب. خدمة أتحباني خدمة تيجي في وقتها، والله يتمم هذه الخدمة. نشكر خدمة أتحباني على المجهود اللي بتعمله مع إخوة الرب. نشكر محبة خدام خدمة أتحباني لتعبهم وسألهم على كل فقير وكل محتاج. نشكر خدمة أتحباني على اهتمامهم وتعبهم وجودهم وسطينا. نشكر جميع الخادمين القائمين على خدمة أتحباني. نشكركم على تعبكم ومجهودكم وبركتكم اللي انتوا بتهتموا بيها بخدمة إخوة الرب. نشكر خدام أتحباني الكرام. نشكر قداسة البابا تادروس القائم على هذه الخدمة ونيافة الأنبا أرميا. بنشكرهم على خدمة أتحباني. خدمة أتحباني بنصلي ان ربنا يقويكم في خدمتكم سيدنا أنبا أرميا. نشكر الأنبا أرميا على برنامج أتحباني. أود من كل قلبي أن أقدم التحية الخالصة والشكر والتقدير لحبيبنا نيافة أنبا أرميا الذي يهتم بالذين ليس لهم أحد يذكرهم. طبعا بنشكر برنامج أتحبني، بنشكر نيافة الحبر الجليل أنبا أرميا. فرحانين بوجود فريق العمل فريق أتحبني، بيشرفونا أكتر من مرة في مدينة البحر الأحمر وخصوصا الغردقة. خدمة أتحبني في هذه الكنيسة المباركة بصراحة خدمة موفقة جدا، خدمة مباركة. بركة أتحبني ماشية معايا قديل حوالي 3 سنين. هنا الكنيسة اللي ترعرع ونشأ فيها ورضع فيها لبن الإيمان الشهيد عصام بدار والشهيد لوجا نجاتي من شهداء مصر 21 شهداء مصر بليبيا. قدم الشكر لخدمة أتحبني إن هي شعرة باحتياجات الناس وخصوصا في الظروف اللي متمر بيها البلاد وخصوص فيروس كورونا المستجد. وباء كورونا في أسر كتيرة اتسربت من الشغل ومن الشركات وقاعدين دلوقتي في البيوت. بنشكر خدمة أتحبني إن هم جم لحد عندنا وخدموا أولادنا في احتياجاتهم لمستلزمات المدارس. رحب بأسرة خدمة أتحباني وهم دايما معودين ان هم بيقفوا جنبينا في الأزمات وفي كل المواقف المشابهة لكده. طبعا احنا الفترة اللي فاتت من شهر مارس 2020 الخدمة تأثرت كتير جدا عشان موضوع كورونا. اشكر خدمة أتحباني نيافة الأنبا أرميا، وبنشكر نيافة الأنبا استفانوس اللي هو دايما بيسعى وبيجيب لنا الخدمات اللي هي بتخدم أولاد المحتاجين. أتحباني بقيادة سيدنا الأنبا أرميا سنة كبيرة. بنشكر ربنا على الخدمة إخوة الرب وخاصة الخدمات الحلوة اللي بتقدمها لنا، خدمات جليلة جدا زي خدمة أتحباني. بنشكر سيدنا قداسة البابا ونيافة الأنبا أرميا المسؤول عن خدمة أتحباني. شكر يا رب كل من يقطع في هذا المشروع، ندي إليك يا رب أنت أدينا وأعطينا أن نمجد اسمك في حياتنا. نشكر أولا صاحب القداسة والغبطة البابا الأنبا تادروس الثاني وشريكه في الخدمة الرسولية أبينا الأسقف الأنبا أرميا على محبته وعلى خدمته العطاءة وخدمته اللي بتيجي بتجول في كل الكرازة كلها، وخدمة أتحباني اللي جات النهاردة وبسطت ناس كتير جدا وفرحت ناس كتير جدا. خدمة أتحباني بالأخص والتي يرعاها أبينا الأسقف المبارك الأنبا أرميا أسقف ورئيس المركز الثقافي القبطي. بنشكر
سيدنا البابا تودروس الثاني. بنشكر نيافة الحبر الجليل الأنبا صومائيل. بنشكر نيافة الحبر الجليل الأنبا أرمية على محبته الكبيرة وعلى عطائه الدايم، وربنا يزيده كده ويفضل العطاء دايم يا رب كده ويبارك في خدمته. نشكر سيدنا البابا المعظم الأنبا تودروس الثاني شريكه في الخدمة نيافة الأنبا أرمية. خدمة أتحبني تحت رعاية طبعا اسقفنا ومنارتنا نيافة الأنبا إرميا، له كل المجد، يبارك الخدمة كمان وكمان. من يرحم المسكين يقرب الرب، يعني بيسلف ربنا. KUK e.V. Attohobony, Postfach 1242, D55502, Bad Kreuznach, Germany. Ihre Spende für die KUK e.V. Konto IBAN DE42 4401 0046 0357 132464 BIC PBNKDEFF
Kreditinstitut Postbank. Spende steuerlich absetzbar. Note: For donation from Germany and Europe, contribution is tax deductible. To donate to Atahobuni using Zelle Pay, you may use the email atahobuni@renesse.com. إن لم يكن لك ما تعطيه لهؤلاء المساكين فصم وأعطهم طعامك.